هذه المساله ديال ان المراه تقدر تخون الزوج ديالها، وحيت المراه حنا كنعرفوا بطبيعه المراه هي كتحتاج الحب والحنان كيف ما قلتي، وهما المكونات الاساسيه ديال العلاقه ديالها مع الزوج ديالها. دونك مي كيمشيو هذه المكونات اللي هما اساسيين في العلاقه الزوجيه، خصوصا الحب وانه يتحسس هذاك الراجل، يحسس المراه بالحنان ديالو. هنا من كيمشيو هذه المكونات هادو، اكيد ان العلاقه الزوجيه بين جوج ديال الكوبل كتنقص من كيف ما كانت في الاول، وبالتالي المراه ربما واش كتمشي الخيانه الزوجيه ولا كتطلب الطلاق. دونك كاينين جوج ديال الحالات هادو، وربما صحيح هي المراه بطبيعتها كنقولوا ما كتمشيش الفكر ديالها ولا حتى المبادره ديالها ما كتمشيش للخيانه، لانها هي انسانه، يعني كنهضر على المراه السويه، انسانه يعني المتوازنه، يعني كتفكر اكثر في داك اللحمه الاسريه، انها تجمع وليداتها، راجلها، تيلا راجلها كان فيه مشاكل كتحاول انها تحلهم، انها يعني تطور من شخصيه راجلها باش يتوافق معها الى اخره. دونك كدير محاولات كثيره المراه الا كانت متوازنه باش تحافظ على البيت ديالها. من بعد كتبدا تفكر شويه في الطلاق ولا تبدا تفكر اشياء اخرى، هذه كيولي بحال واحد الخلل في شخصيتها ولا واحد الغلط اللي كيوقع، وكيكون في الغالب كيكون غلط عابر في الغالب. داكشي علاش الخيانه ديال المراه شويه، يعني كنهضروا على حاله خاصه، وان كان في السنوات الاخيره مع الانفتاح مع الانترنت الى اخره، فبدات حتى الخيانه ديال المراه بدات كتكون يعني اكثر يعني نسبه اكثر نسبه من السابق. ولكن هنا كنشوفوا يعني العلاقه الزوجيه شنو الخلل فيها اللي فضل هذا. بعض المرات كيكون الانسان بطبيعته طبيعه شخصيته يعني خائن كما كنقولوا، يعني هذه هي النقطه اللي بغيت نجي لك ليها. بطبيعه الرجل، عندنا الرجل المغربي كنعطيو واحد المصطلح حنايا المغاربه هو الزهواني. حنا هذا الرجل الزهواني هذا واخا كيبقى مجوج ومرتو عاطيه الحنان وما عندهاش مشاكل في الدار بزاف وهذا، ولكن هو داكشي اللي فيه هو كيخليه يمشي عند اي مراه وكيربط علاقات جنسيه كثيره وعلاقات يعني سميتو رجل زهواني. والمراه هذا الرجل الزهواني في المجتمع ديالنا المغربي، وفي هذه النقطه اللي كنتكلموا فيها على الخيانه الزوجيه، شنو هو المشاكل اللي كيكونوا بشكل كبير في هذه النقطه هذه؟ هو كنظن ان بعد السبب ديال هذه القضيه ومرتبط بالتنشئه الاجتماعيه، بالفكره اللي عندنا على المراه على الرجل، على يعني حيت كاين افكار اجتماعيه يعني الرجل بالفحوله ديالو خصو يكون عنده علاقات كثيره وكنتساهلوا مع هذا الامر، كاين تساهل الى اخره. هذه كلها امور كتجعل الراجل يمشي في هذا الاتجاه اللي قلتي، وهذا التساهل هذا كيجعله انه يعني بحال قلتي كيزيد فيه كما كنقولوا. وهذا العكس ديال المراه من طبيعه الحال. اذا التنشئه الاجتماعيه وحتى كيفاش شاف داك ملي كان صغير، كيفاش شاف الاب ديالو ولا كيفاش شاف الاخ الاكبر ديالو الى اخره، حتى هذه امور من طبيعه الحال كتلعب هنايا. اذا كان الراجل زهواني بداك الفكره ديال انه كما كنقولوا كيبغي غير يدوز الوقت ولا هذا، وما كاينش ويضحك ويتفلى ويضحك الى اخره، فيقدر يكون الى حد ما مقبول من طرف ديك المراه، لانها كتعرفوا واحد النهار غيرجع ليها، غيدير عقله كما كنقولوا غيرجع ليها. وهذا شفناه، يعني كاين امثله بحال هذه شفناها خصوصا يعني في الاجيال السابقه، ان المراه كتصبر مع ذاك الراجل حتى كيرجع ليه عقله وكيرجع للبيت ديالو ما كيكونش مشكل. ولكن اللي فيه شي طبع بحال هكا راه صعيب انه يتحيد الخطوره. الا كانت معها الطبع كانت علاقات يعني جسديه جنسيه مع يعني نساء اخرين، حيت هنا عاوتاني غندخلوا في كاين المخاطر ديال الامراض، كاين المخاطر كثيره، كاين مخاطر انه يدير علاقه عاوتاني طويله المدى ويتعلق بانسانه اخرى، وهذه المخاطر هي اللي كتجعل ديك المراه ما غتقبلش هذا الامر على واحد المدى طويل، وبطبيعة الحال غيكونوا مشاكل كثيره بيناتهم، وهذوك المشاكل غتاثر على المحيط ديالهم، تاثر عليهم نفسيا، تاثر على وليداتهم، على التعامل ديالهم مع بعضياتهم، على التعامل ديالهم مع وليداتهم، ويعني الاسره كلها غتاثر واحد التاثير السلبي من هذا النوع ديال العلاقه. طيب انا جاني واحد السؤال، ولكن غنخليه في الحلول ديال كيفاش المراه يعني اللي مزوجه برجل زهواني كيفاش تتعامل معه، وكيفاش ربما الحلول باش تخليه ما يبقاش زهواني اكثر، غنخليه وادي من بعد. ولكن غادي نطرح عليك واحد السؤال كوتش مهدي، واش العلاقه الجنسيه الغير الكامله بين زوجين تخلي الرجل انه يهرب من الزوجه ديالو؟ ما معنى غير الكامله؟
مستوفيه الشروط ديالها الكامله. هو الاكيد ان العلاقه الجنسيه في العلاقه الزوجيه الهدف ديالها هو الاشباع، اشباع بكل المناحي، اشباع يعني الجنسي الجسدي الروحي. العاطفي الروحي. والاكيد انه اذا ما كانش هذا الاشباع سواء الرجل سواء المراه فكيكون واحد التوتر داخلي نفسي اللي يقدر يؤدي، خصوصا الا كان هذا الشيء يعني مستمر يقدر يؤدي للخيانه، يقدر يؤدي للزواج الثاني، يقدر يؤدي الاشياء بحال هذه. اذا هنا خصنا نشوفوا شنو السبب اللي يجعل هذاك الاشباع ما كاينش. واش كاين شي سبب فيزيولوجي، كاين سبب نفسي، كاين السبب واش في الراجل، واش في المرأة، واش ما كاينش حب. اذا هذه امور كلها خصنا نشوفوا السبب الاصلي باش نحاولوا نبحثوا عليه ونبحثوا على العلاج باش يكون الاشباع وما يكونش هذا المشكل هذا ما يتطرحش. طيب غادي قبل ما نختموا الحلقه ديالنا اكيد غادي نمشوا للحلول ديال اللي نعطيهم لي كوبل باش يتفاداوا الخيانه الزوجيه وباش ما يبقاش خيانه زوجيه بين جوج ديال الناس سورتو اللي كيبغوا بعضياتهم. هو كنعطيو ديما الحلول، والحلول كتنصب في يعني في الانسجام، خصوصا الانسجام بيناتهم، وخصوصا ما يدخلوش ديك الحلقه ديال الروتين وهي كنقولوها دائما وهذه مهمه. هذه في كل حلقه في جميع المواضيع خاص الواحد سورتو لي كوبل انهم يبعدوا على لا روتين اللي كتقتل العلاقه الزوجيه. اليوم غنزيد ان العلاقه الزوجيه، وهذا يعني الدراسات الحديثه اثبتاتو، ان العلاقه الزوجيه المتوازنه اللي كتكون ناجحه كيكون فيها واحد النسبه كبيره ديال الطابع ديال الصداقه. كتكون صداقه، صداقه بمعنى كاين احترام وكاين انسجام بيناتهم وكاين كما كنقولوا مشاريع مشتركه، كيديروا شي حويجات مع بعضياتهم وكيديروا شي انشطه مع بعضياتهم ولو انشطه يعني بسيطه ولكن كيديروها بجوج. ما يكونش فراغ باش ما يكونش ملل، ما يكونش فراغ. اذا هادشي كلشي مهم الى جانب القضيه اللي طرحتي ديال يعني الاشباع الجنسي، حتى هو مهم جدا خصوصا بالنسبه للرجل. الاشباع الجنسي الكامل بالنسبه للرجل مهم جدا في حياته لانه كيخليه يفرغ وكيخليه يرتاح نفسيا باش يقدر يعني يساير ويقدر يتفرغ للعطاء ديالو المهني والعطاء ديالو في يعني في جوانب اخرى. اذا هذاك الاشباع ضروري يكون في العلاقه الزوجيه، وفي حاله ما اذا ما كانش في اقرب وقت يعني نبحثوا على العلاجات وعلى السبل ديال العلاج باش يكون هذاك الاشباع سواء للرجل سواء للمراه، ويعني وبين حين واخر نديروا اشياء باش تجدد لنا ديك العلاقه، ويكون واحد المتابعه ما بين الزوج والزوجه. يعني كاين الزوجات مثلا اللي كتقول لك هذا الراجل هذا راجلي يعني ما يمكنش انه يخونني، وهذه واحد الفخ اللي كيطيحوا فيه الزوجات وخصهم يردوا البال منه. دابا اي وحده كتقول راجل ما يمكنش يخونها ردوا بالكم، خاصها دير واحد الدره، خاصها دير واحد الدره ديال الشك باش تحتاط باش تجدد باش المسائل تمشي في الانسجام اللي قلنا باش هذاك يعني هذيك الخيانه تاع عمرها. طيب بالاضافه للاحترام والانسجام، الحوار ما كتشوفش كوتش مهدي انه اساسي في العلاقه ديال جوج اونتر جوج ديال لي كوبل باش ما يكونش خيانه زوجيه مثلا؟ صحيح، هذه نقطه مهمه. وفاش قلنا الصداقه طبيعي الحال فيها الاحترام، فيها الانسجام وفيها الحوار، لان الصديق ديالك ولا الصديقه مع صديقة ديالها كيكون داك النقاش والحوار والمسائل كتكون مفتوحه. حيت يقدر لا كومونيكاسيون اونتر دو واخا تكون فيربال ولا نو فيربال توصل مادام اننا حنا منسجمين انها توصل، غير بالاشارات ربما وهذا انها توصل. وهذه قمه الانسجام، ان الانسان غير كيشوفوا في بعضياتهم كيعرف الاخر واش فرحان، الاخر واش مقلق، شنو يعني الشيء اللي يقلقوا. هذه امور اللي كتكون وهذه بوحدها كوتش مهدي اسمح لي خصها واحد الحلقه اللي نتكلموا فيها على كيفاش تعامل المراه مع مزاجيه ديال الرجل، كيفاش تفهموا، كيفاش يعني تحاول. هذه حلقه بوحدها خصنا نكملوا غير باش نختموا ونعطيو حلول للمراه اللي مزوجه براجل زواني كيفاش انها تقدر تخليه ما يبقاش يمشي عند العيالات. الرجل الزهواني علاش كيقلب؟ خصها تعرف هي المراه الزوجه، وهذا مهم جدا، علاش كيقلب؟ كيقلب على واحد المتع معينه. اذا دوك المتع توفرهم هي، توفرهم ليه في البيت، ما حدهم ما كيتعارضوش مع الشرع مع هذا، توفرهم في البيت متع. مثلا ما عرفتش انا موسيقى بنوع معين، كيبغي مثلا الرقص بنوع معين، كيبغي لباس بنوع معين. اذا هذه امور اللي تقدر الزوجه انها توفرها يعني ديالها بلا ما يهرب عليها، بلا ما يهرب عليها،
وتكون ومن حقه انه يطالب بهذه المسائل، وهي من الواجب ديالها انها توفرها ليه، والامور في الغالب تمشي في الطريق. كوتش مهدي العلوي الامراني اخصائي نفسي ومعالج اسري، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، نورتينا في حلقه اليوم. شكرا لكم مشاهدين نتوما اللي تابعتوا حلقه اليوم اللي خصناها الخيانه الزوجيه، واكيد الحلول المقترحه غادي نلخصوها في انسجام الاحترام والحوار بين الزوجين، واكيد الحياه جميله وبسيطه بين زوجين، نعرفوا كيفاش نعيشوها وبعدوا من المشاكل. اكيد في حلقه مقبله غنتلاقاكم اكيد وموضوع جديد غادي نناقشوا وغادي نعطيو الحلول ديالو ليكم نتوما ليكوبل. في امان الله. Wow.